للمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا من لندن دكتور مصطفى دكتور وفيق مصطفى رئيس المجموعه العربيه لحزب المحافظين. دكتور وفيق اهلا بك. ربما دعنا نشير الى ما كنا نتابعه حيا مباشرا على الهواء، تلك التظاهرات التي تحتج على زياره دونالد ترامب الى بريطانيا. هل هناك اسباب مباشره لهذه الاحتجاجات؟ في الحقيقة التظاهرات كانت متوقعة منذ فترة، وكما نعرف أن عمدة لندن كان له موقف محدد ومعروف من ترامب، وكما نعرف أنهم كانوا عاملين بالونة ضخمة على هيئة بيبي لابس نابي شكل ترامب. نعم. وهذا شيء مضحك وطفولي إلى حد ما، ولكن الزيارة نفسها عملت من الحكومة البريطانية على أعلى مستوى لزيارة رئيس دولة لبريطانيا. نعم. تريسا ماي قدمت عملت الزيارة بحيث أنها أصبحت زي زيارة ملكية إلى حد كبير، لقاء الملكة في هناك لقاء بين ترامب والملكة اليزابيث سيتم أيضا وينزر في قصر وينزر، اللي هو كان فيه الجواز بتاع حفيد الملكة منذ أسبوعين وأسابيع، وكذلك أنها كما نعرف عملت له حفلة ضخمة جدا في بلانهام بالاس اللي هو منزل أحفاد تشرشل، لأنه هو معجب بتشرشل وعنده تمثال تشرشل في المكتب بتاعه. فهي حاولت ترضيه تريسا ماي بقدر الإمكان، تعمل نوع من التوافق ما بين احتجاجات لندن وما بين استقباله رئيس الولايات المتحدة. اسمح لي دكتور وفيق أن نشير إلى الزيارة نفسها بقى في في عمقها، وخاصة أنه جاي في توقيتات ربما متناقضة، في طبعا أزمة البريكسيت وأزمة حكومة ماي مع استقالة وزيرين من الوزراء الأقوياء، بالإضافة إلى حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين، عودة مباشرة من اجتماعات حلف ناتو في بروكسل، ثم لقاء هلسنكي يوم 16 في هذا الشهر. كل هذا إلى أي شيء سيؤدي ويؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة؟ هو الحقيقة يعرف بريطانيا جيدا، والدليل على كده أنه هو هيقضي يومين في اسكتلندا في نادي الجولف الذي يمتلكه، وهو بيعتبر بريطانيا بلده لحد كبير كما نعرف، ويعرف خريف لندن زي اي لندني. نعم. هو الشعب البريطاني بيعامله على انه زي ما يكون مواطن بريطاني. نعم. نتحدث عن الملفات والمصالح دكتور وفيق. طب انا ادخل في الملفات والمصالح. تفضل. من تدخل في الملفات والمصالح، هو له موقف واضح على موضوع البريكزيت، وان هو مع البريكزيت، وان حكومه ماي في نظره يجب ان تستمع الى النصائح بتاعته، والا تؤثر على العلاقات التجاريه المستقبليه مع الولايات المتحده الامريكيه. والحقيقه انا لا اخذه بمحمل الجديه في ذلك، لانه من الواضح له وضع ماي في موقف محرج، لأنه مدح وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون مدحا كثير، ووصل به لحد أن قال إنه سيكون رئيس وزراء على مستوى عالي على سبيل المثال. طبعا بوريس جونسون رجل قوي وكان عمدة لندن في الماضي لمرتين ومحبوب. نعم. ورجل ذكي جدا وزي بروفيسور من غير ما يكون بروفيسور، فهذا ليس هناك في جدال، ولكن الجدال هو انه يتقابل مع رئيس وزراء في بيتها ويقول لها ان الرجل الذي استقال سيكون رئيس وزراء كذلك كويس. نعم. فده اعتقد انها هي نوع من الحاجه الثانيه اللي يجب ناخذها في الاعتبار. كنت بسمع دانكن هذا الصباح على بي بي سي 4 طبعا، ان هو بطريقه القاء الجديده من الرئيس ترامب على انه ليس رجلا اعتياديا سياسيا في الدبلوماسيه الدوليه كما تعودنا عليها.
وبهذا يجب أن نتقبل طريقة إلقائه. ورغم عن ذلك الحكومة البريطانية ستفعل كل شيء لمراجعته ليكون راضي عنها. وفي نقطة مهمة كذلك، يعني بقول الكلام ده عشان الناس تفكر بطريقة واسعة جدا، إن أوباما كان له رأي عكسي. أوباما جاء إنجلترا في أثناء الانتخابات البريطانية على البريكزيت، وكان يحاول إقناع الشعب البريطاني على الانتخاب في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وهنا ترامب يأخذ موقف عكسي تماما 180 درجة. لذلك أنا لا أخذ ذلك بمحمل كبير من الجد، لأن العلاقة البريطانية أو الأمريكية علاقة عميقة أكثر من أي علاقة. نعم، أشارت إليها ماي في بيانها وقالت إن تحالف بريطانيا والولايات المتحدة يعد الأقوى على حد تعبيرها. وبأي الاعتبارات، لأن بريطانيا أكبر مستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، 1.5 تريليون دولار. نعم، مرات بريطانيا في داخل بريطانيا في أمريكا، ويعني أدى ألمانيا أكثر من ألمانيا وفرنسا مع بعض. نعم، مرات أمريكا على سبيل المثال. فأعتقد والعلاقة البريطانية الأمريكية علاقة لا تعتمد على رئيس الدولة لحد ما، يعني كما تشوف على عدد الطيارات اللي بتروح نيويورك كل يوم، حوالي 50 طيارة بتروح نيويورك كل يوم، فده بيديك فكرة على الجسر الجوي بين مدينة واحدة ومقاطعة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، في كل يوم. ف يعني أنا لسه جاي من نيويورك من 4 أو 5 أيام، يعني لم أرى أي فرق كثيرة جدا بين نيويورك وبين لندن في طريقة لإلقاء السياسة والفكر العام والعقلية العامة، لأن نيويورك بصفة خاصة تعتبر جزء الإمبريالي البريطاني في الولايات المتحدة الأمريكية. وترامب كمان عارف أن مركزه أساسا من نيويورك، يعني ترامب مش بتاع واشنطن قوي، يعني هو راجل بتاع نيويورك والمباني الضخمة بتاعته في نيويورك. أقوله أعتقد أنها ستكون زيارة إيجابية، أنها يبدو أن الاتصال قد انقطع بيننا وبين دكتور وفيق مصطفى رئيس المجموعة العربية لحزب المحافظين، الذي علق على زيارة دونالد ترامب إلى بريطانيا ولقاء وزير رئيسة الوزراء تيزا ماي، وكذلك لقاء بالملكة إليزابيث الثانية.